ولدي من الضحايا ديال هاد ولد الفشوش تعرض لحادثه تسير ما حنا ما كنعرفوش واش حادثه تسير ولا هذه كانت عمديه لعلم الله. انا عيطوا عليا انا جيت كنجري ولدي لقيتو داو السبيطار ولدي مات. هاد السيد اللي قتل لي ولدي وقتل هذاك الشاب الاخر نهار تقدم للمحكمه جا في كروسه كنت تواطؤ مع الناس اللي وراو واش يدير وما تعرضش ما خدا حتى شي عقوبه ما تحيدت ليه رخصه السياقه وكيف جرت العاده في حادثه سير مميته في القانون ديال البلاد على انه كيدار تحت الحراسه النظريه وكتحيد منه وكتسحب منه الرخصه ديالو ديال السياقه. هذا السيد ما تسحبت منه رخصه السياقه ما دار تحت الحراسه النظريه ما كاين حتى شي حكم القضيه باقا جاريه وحنا ما كاين والو وانا راه كنطلب هذيك المسطره باش يتعاود حيت كاينه فيها ثغرات. هذيك المسطره بغيتو تعاود فيها النظر وانا عندي الثقه الكامله في القضاء حيت كاينين الناس الصالحين الناس اللي يدو منقيه اللي غادا تبدا هاد القضيه هادي غادا تبدا من جديد ان شاء الله. واي واحد متورط في هاد القضيه كيف ما كانش الشان ديالو يا كبير شانه يا صغير شانه. سي عزيز الاحساس ديالك فاش شفتي الفيديو ديال بدر؟ هذاك الفيديو ملي شفتو تذكرت هادي 5 سنين ديال ولدي ملي مات. انا كنشوف في ولدي الله يرحمه وسع عليه ضاقه القبور مشى شاب هو اللي عندي ونجح في البوليس في الكتابي والشفوي. عندي وليد واحد وداك السيد غصب لي ولدي وانا من ذاك العهد وانا كنبكي على ولدي الى حدود الساعه حيت هذاك السيد كنت عاقب ديك الوقت ما غيموتش هاد بدر. اليوم القضاء اعتقلوا هذا السيد هذا انا عندي الثقه في القضاء عندي الثقه في القضاء وكاين الناس الصالحين وكاين الناس يدوا من قيه وانا عندي اليقين غادي ياخذوا لينا حقنا. انا اليوم فرحان اقسم بالله فرحان حيت الحق يلا غيتخاد من جديد وان شاء الله باذن الله غادي يبدا تعميق البحث وغادا تبدا المسطره حيت هذيك المسطره كلها ثغرات حيت هذاك الرفيق ديال هذاك هاد المتهم ما تشدش الناس ما تشدوش بجوج ما تصمتوش لذاك المرافق كاينين بزاف ديال الثغرات. انا كنطلب باش هاد المسطره تعاود من جديد حيت هاد المسطره الا تعاود تعمق البحث وبدات من جديد انا غيتشفى لي الغالي حيت انا عندي جرح ديال 5 سنين وانا مألم على ولدي. كان كيبان لي عشي واحد دايز مع ولده وقد ولدي تنبدا نبكي كنقول علاش انا ما عنديش وليد. الله يرحمه الله يرحمه عزيز تقول الروح ديال الابن ديالك في هذا النهار بعد ما تعتقل اللي كتقول انه هو اللي صفى ولده. انا ماشي كنقول كاينين البوليس كاينين الناس ديال الشرطه كاينين تما الناس الصالحين والناس اللي عندهم كفاءات ناس بوليس كيعمقوا البحث وكيديروا التحريات والناس. انا بحكم تجربه خدمت في البوليس 37 سنه انا عندي الثقه في الناس ديال الامن كاينين الناس اللي كيخدموا بالصدق وكاينين الناس الشرفاء ما فاتتش عليه 48 ساعه يستر فيه الله وتم الإلقاء القبض عليه. كاين تنسيق ما بين ولاية الأمن ديال الدار البيضاء ونسقوا مع ولاية الأمن ديال العيون وهذيك الإلقاء القبض عليه كان في واحد حيت هذاك السيد كان غادي هربان لموريتانيا ولكن اليقظة ديال الناس ديال الأمن كاين الناس الصالحين. وأنا بحكم تجربة خدمت 37 سنة نقية صفحة بيضاء معروف عزيز لاغار من البوليس النقا وكاين الناس الصالحين في البوليس وكاين الشرفاء اللي ما كيبغيوش هذا الشيء هذا ويدوا منقيه. والحمد لله والشكر لله ملي تلقى عليه القبض انا فرحان واخا ولدي مات ليا ولكن الحمد لله. غادي باذن الله غادي تعاود النظر وقصدنا الناس الشرفاء وخرجنا من عندهم. السيد الوكيل العام الله يجازيه بخير استقبلنا وتعامل معنا بواحد المعامله وحن علينا وقال لنا انا غادي نبدا هادشي من جديد. وهذاك السيد معروف بالكفاءه ديالو اليد النظيفه وانا عندي اليقين هذيك المسطره اي واحد متورط انا رانا غنتابعو يا كان كبير شانه يا صغير شانه غادي نتابعو باذن الله.
بقوه القانون. وانا رانا ان شاء الله راه غادي نبقى مع ولدي حتى الاخر انفاس ديالي. هذاك الشيء كله مو في براك ديال الكروسه ولدي. كاين التواطؤ، انا ما غنسمي حتى واحد، ولكن راه كاينين الناس اللي غادي يبداو من جديد في هذه المسطره غادي يعرفوا المصحه اللي عطاتو هذيك الشهاده الطبيه. والحمد لله انا عندي اليقين من اللي غادي تبدا المسطره من جديد وغيتعمق البحث، وكاينين الناس الحمد لله انا عندي الثقه الناس اللي غيردوا لي حقي. سي عزيز قلتي كاين الظلم، قلتي ان ما تاخذش حقك يعني منذ سنوات. ما تاخذش لي ودي حقي رغم انك طرقتي جميع الابواب. انا دقيت جميع الابواب. نعم، ولكن كان هذاك الجهد ولدي جهد عليا يعني ما كنتيش وكنت شويه معلم وصافي وابوندونيت بحال ما تيقول ابوندونيت. ولكن ملي شفت الدري الثالث اللي مات راه بحال حسيت بولدي الله مات وبغيت عاوتاني ندافع على هذا البدر بحال ولدي. سي عزيز الله يمهل ولا يهمل. واش كاين هذا السيد هذا عنده نيه مبيشه ديال الاجرام وديال القشيله؟ هذا السيد فوق القانون. فلوسه ولا بعلاقاته؟ هذا السيد انا واحد الشهاده غنشهد بها على انه هذا السيد حسب التحريات ديالنا كبوليسي واحد امه هي اللي شويه زاد عليه. باه راجل ما تيبغيش هذا الشيء. شهادة الحق عشان الشهادة. باه انا ما عمري ما كنعرفش باه انا، ولكن الناس قالوا لي على ان باه ما كيبغيش ولده يدير هذا الشيء، ولكن عنده واحد من الام واخا كتشوف فيه دابا انا واحد امه هي اللي كتزيد لي فيه، وهاد امه هي اللي كدير هذا الشيء كل شيء، حيت هذا السيد كنت عاقب ذاك العاد كون ما ماتش هذا بدر، وهذا السيد انا راه كنتابعه باذن الله وانا كنتابعه. سي عزيز رساله يعني راه غتوجهها بشكل مباشر على انك تعرضتي لواحد الظلم، وهاد الناس شنو بغيت تقول لهاد الناس اللي خفاو هاد الناس ساهموا في الظلم ديال الظلم وما بينش هاد الناس هاد الناس المتواطئين غادي ان شاء الله غيتخاد فيهم الحق هنا في الدنيا، عندهم الوليدات وعندهم وكاين القضاء غادي ياخذ حق حتى هذا الشيء غادي يبدا من جديد. وانا اي واحد متورط في هذه القضيه وتستر عليهم وانا عندي ولد واحد انا غدا امام الله ان شاء الله غادي نشنق عليه. غدا ان شاء الله هي امام الله المحكمه العليا كطالب باعاده المصادر كل شيء غادي يبدا من جديد باذن الله، وانا راه غادي نبقى حتى الاخر نفس عندي. سي عزيز شحال من سنه وثلاثين سنه نقيه تسولوا عليا عزيز لاغا معروف من الناس النقيين ديال البوليس من الناس الشرفاء اللي ما تيبغوش الظلم. الله عز وجل كيقول لك سماهم على وجوههم الحمد لله. معروف من الناس اللي مظلوم كناخذ بيديه، ولكن انا ملي تظلمت حتى واحد ما خذا لي بيديه رغم انك كنتي في الامن انا ملي جا مظلوم الكوميساريه كنكبر به وتفضل ومرحبا وكناخذ لي حقه، ما يعطيني ما نعطيه، كيقول لي الله يرحم الوالدين كنفرح، ولكن انا ملي ولدي مات ومات هو الدري انا ما خداوش لي حقي. الحمد لله الكوت عندك، ولكن الحمد لله والشكر لله انا عندي اليقين في الناس ديال القضاء غادي ياخذوا لي حقي والله يعاونكم. شكرا الله يعاونكم. شكرا شكرا شكرا. متابعي ومشاهدي جريده عبر كيف مشوا معنا هذا الاب ديال واحد الشاب اللي كان عنده مشكل ديال حادثه السير، والحادثه السير مع نفس الشخص اللي قش البادر، نفس الشخص اللي قش البادر. متابعي ومشاهدي جريده عبر ما بقى لنا غير نستودعكم ونقول لكم نستودعكم الله في مباشر اخر، تنتمناو باش القضاء يقول الكلمه ديالو وهذا المجرم او هذا القاتل اللي قتل بهذيك الطريقه الشنيعه هذا الوليد بادر تنتمناو باش ياخذ اشد العقوبات. متابعي ومشاهدي جريده عبر نستودعكم الله في مباشر اخر، الى اللقاء.